العامل صح. الروسي أستاذ عامر حاضر، ردة الفعل الروسية عم تكون سريعة، يعني تعبير عن القلق إن كان في ما جرى في الجابون أو قبل ذلك في النيجر. وطبعا المنطق الاقتصادي والعسكري هو الذي يحدد أدوار الدول وتقاطعاتها في أفريقيا وفي إقليم غرب أفريقيا ووسطه. للأمانة الدور الروسي لا زال هو دور محدود في القارة الأفريقية، قائم على التعاون العسكري وبعض التشبيك الاقتصادي المحدود. روسيا حتى الآن لم تستطع أن توجد المعادلة التي تدير بها العلاقات الدولية بشكل يراعي مصالح استراتيجية. الآن نتحدث عن فرنسا تستغل هذه الدول من منذ العام 1960، منذ أن استغلت لم تنازعها دولة. وفي تلك الفترة كانت هناك الحرب الباردة ما بين الاتحاد السوفيتي بكل ما لديه من زخم وقوة عسكرية وقوة جيوسياسية، لكنها لم تستطع أن تزاحم هذه القوة الغربية وتتواجد في هذا المسرح، لأنها لا تستطيع أن يعني تربط المصالح الاقتصادية بروسيا. وذلك ناتج أن روسيا في نفسها، يعني الدولة الروسية، قائمة على استغلال الموارد الأولية. إذا رأيت روسيا لن تجد هناك يعني صناعة عميقة في الاقتصاد الروسي مثل الصين مثلا أو مثل الدول آسيا القوية، الكوريا واليابان. لن تجد تقانة روسية قوية يمكن أن تكون هي أساس لبناء علاقات استراتيجية في قطاعات النقل والاتصالات والتكنولوجيا وغيرها. لن تجد استغلال لصناعات تحويلية كبيرة يمكن أن تنفذ إلى الأسواق الأفريقية ترعاها روسيا. روسيا تعتمد أساسا على ولاء النظام السياسي في السابق أيام الاتحاد السوفيتي، والآن تعتمد على تشبيك المصلحة العسكرية بصورة رسمية مع الدولة الروسية أو مع هذه القوات غير النظامية، الشركة التي أنشأتها لكي تراعي مصالحها العسكرية بشكل يعفيها من تبعات أي ممارسة عسكرية في أفريقيا. وبالتالي روسيا حتى الآن أدواتها في التأثير على المشهد الأفريقي في تقدير الخاص أنها ما زالت محدودة. ولكن تطلع بوتين الآن إلى مزاحمة الغربي في أفريقيا ناتج من أنه يشعر أن الضغوط الغربية على موسكو وصلت إلى تخوم وحدود موسكو على أبوابها الغربية. يعرف تماما أن عدم نقل الصراع الغربي الروسي إلى مسارح أخرى سيشدد الخناق على روسيا. فبالتالي مبدأ هو مع هذه التغييرات العسكرية في منطقة غرب وسط أفريقيا يمكن أن يسندها عسكريا في مواجهة أي تدخل كما يحدث مثلا في النيجر. يمكن أن يقدم استشارات عسكرية، يمكن أن يتواجد خبراء من قواتهم الشبه النظامية في النيجر. عموما هم مع التغيير، أي تغيير ضد مصالح الدول الغربية، لكن لا زالت تفتقد الأداء الفعلية للتدخل والتأثير في صلب وعمق وهيكل هذه الدول. ما فهمته من الدكتور محمد أنه بغض النظر إن كان هذا الانقلاب قد جاء لأسباب داخلية أو في إطار صراع روسي فرنسي أو صراع دولي، وربما أمريكي، وربما الأمريكي أيضا على الخط، ما فهمته أنه أساسا الانقلاب ليس آلية صالحة للتغيير بغض النظر عن النتائج. تتفق معه في هذا؟ أنا طبعا أتفق معه في الإطار النظري أنه التداول السلمي للسلطة، وجود منظومة حكم راشد قائمة على تداول السلطات، على يعني استغلالية السلطات الثلاثة، كل هذا أنا أتفق معه في الإطار النظري. ولكن عندما آتي في الإطار العملي وأطبق هذه النظرية على دولة مثل الجابون، أجد أن التغيير مهما كان حتى وإن لم يصل إلى منتهاه في تغيير حقيقي لشكل الدولة لصالح المواطن، أفتكر أن أي تغيير بعد 56 سنة من حكم عائلة واحدة أفتكر أنه خطوة إلى الأمام مهما كانت النتيجة. وتوقع أن هذا الانقلاب سيحدث حراك سياسي وحراك اجتماعي في وسط المجتمع الجابوني، قد لا تجني الفائدة الآن، ولكن هذا الحراك سيكون له أثر في توعية الشعب بضرورة الانتقال السليم للسلطة، بضرورة تفعيل آليات السلطة، بأن لا يحتكر شخصا ما السلطة بنفوذ شخصي. كان علي بونغو كان يحضر ابنه لاستلام السلطة من بعده. يعني السكوت على مثل هذه الديكتاتورية الديمقراطية الهشة الديكورية أفتكر أنه لن يكون في فائدة الشعب أيضا، وقد يكون مضرا أكثر من محاولة انقلاب. هذا الانقلاب
لن يستمر في حكم النيجر، في حكم الجابون. يعني نحن الآن لسنا في عهد الانقلابات التي يمكن أن تحكم 30 و40 عام كما حدث في العراق وكما شو حدث في ليبيا. شو الضامن يا أستاذ عامر؟ لأن المجتمع الدولي الآن، شكل العلاقات الدولية الآن في العالم إيقاعه سريع، المصالح الاقتصادية دخلت في صلب تداول المجتمع الدولي. الدول الغربية تريد نظاما يضمن لها مصالحها وخلص. هذا النظام قائم على ادعاء ويستمر 100 سنة، ومهم المصالح مضمونة. هذا النظام الغربي قائم على ادعاء أنهم يدعمون الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها. هناك ثورة في الاتصالات، أي ممارسات للعسكر تنتهك حقوق الإنسان ستظهر على السطح، ستؤثر في أي عملية سياسية تدور في البلد إذا كانت انتخابات أو غيرها. يعني حتى الرئيس الجابوني عندما كانت تتم الانتخابات في الثمانينات والتسعينات لم يكن هناك اهتمام بهذه الانتخابات، لم يكن يسمع أحد بأن هناك تداول للسلطة عبر الانتخابات في الجابون. لكن الآن مع ثورة الاتصالات، مع ترابط هذه الشعوب، مع تأثر الاقتصاد العالمي بسلاسل الإمداد المنتظمة، بتأثر دول الجوار بما يدور في كل دولة وأخرى، أفتكر أن هذه الفرضيات لن تدع لعسكري أن يحكم لمدة 2 و3 عقود من الزمان. فأي حراك في انتزاع سلطة دام 56 عاما أفتكر أنه يعني هو خيار أفضل من الصمت. ما جرى في الجابون خيار أفضل دكتور محمد، خطوة إلى الأمام ستحدث حراكا اجتماعيا سياسيا في الجابون، ولا يمكن لهذا الفريق العسكري أن يحكم طويلا هناك. لا، هي ستحدث حراك سياسي، يعني صحيح هذا بالتأكيد. أصلا الانقلاب بحد ذاته هو حراك سياسي، لكنه حراك سياسي عنيف أيضا يصنف في العلوم السياسية، تسلط الضوء أكثر على المنطقة كذا. لكن هل يحدث نقلة في الوعي المجتمعي؟ هذا سؤال أنا لا أستطيع الإجابة عليه صراحة، ولا أعتقد أنه من الحكمة أن يجيب عليه أحد بسرعة، لأنه الوعي المجتمعي مرتبط أساسا بأدوات مختلفة. يعني على سبيل المثال مرتبط بمن يسيطر على الإعلام ومن يوجه الإعلام بالدرجة الأولى، هل البلد منغلق أم منفتح، هل هناك إمكانية اتصال وتواصل، مستوى التعليم في هذا المجتمع كم يبلغ من نسبته في التحرر، ما هي الأدوات التي تطرح لتوعية المجتمع، كل هذه أمور. بس دكتور محمد لاحظ أنه